ديال اللاعبين سواء المنتخب المغربي او المنتخب الجزائري مقابله من المستوى الرفيع من حيث الاداء التقني والتكتيكي تعكس قيمه الكره المغاربيه. اذا كما قلت المنتخب الجزائري فهو من المنتخبات اللي عندها تاريخ كبير وضربت البدايه لفائده المنتخب الجزائري. وسط الميدان حسين خجار تمرير عالي في اتجاه وكره جانبيه جات بعيده شيئا ما. لاحظوا الاعاده كره هذه تمريره ضربه ولكن هناك خطا. الحكم تقول بان هناك خطا ولكن كانت فكره جيده. كره في اتجاه الشمال خذوا من الكره لاعب سابق لأوكسير هذه تمريره خطيره. هذه الفرصه حسني بداد كان سجل في المقابله ديال الذهاب ضربه جزاء لاعب نابولي سنه 1954. هذه كره جميله ضربه راسيه هدف لفائدة المنتخب الوطني بواسطة بن هندا. هدف يأتي عن طريق مدافع. إذا النتيجة كتغير وكتصبح عن طريق كرة ثابتة. وكما قلت بداية لاعب انتر ميلانو هذه كرة جميلة ولكن تضيع هذه الفرصة على لاعب يوسف حجي. لاحظوا الطريقة اللي حاول بها يوسف حجي يسجل. ما كانش حرص على يوسف حجي ولكن كان عاطي الظهر بعيدة المنتخب الوطني. كرة اتجاه مروان الشماخلي فرصة هدف مروان الشماخ هدف جميل بالنسبة للاعب احتفالية كبيرة هنا بمدينة مراكش. إذا هدف جميل انهى مروان الشماخ باحترافية كبيرة. الهدف الثاني غادي الأكيد سنتابع الإعادة وسنشاهد الفرحة ديال مروان الشماخ. هدف كيعني الشيء الكثير. لاحظوا التمريره تبدا به المقابله بهذا الشكل. هذه فرصه خطيره وتدخل ممتاز لنادير المغري. كره كانت صعيبه حذاري من مثل هذه الكرات وهناك خطا. كره كانت صعيبه على الدفاع ديال المنتخب الوطني على المرمى. هذه كره خطيره وفرصه لفائده المنتخب الجزائري. كره صعيبه كما قلت مثل هذه الكرات كرة خطيرة. لاحظوا بأنه لاعبين جزائريين دافعوا شيئا ما. وفي هذا الأثناء الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول من هذه المقابلة بسيناريو جيد بالنسبة للمنتخب الوطني. جد الأهداف للسفر هذا ما كنا نتمناه برغم أنه في أول أو ربما في بداية المقابلة صحيح هناك ثقة بالنسبة كريم مطمور. اذا هذا تغيير صف المنتخب الجزائري. مروان الشماخ هذه فرصه دائما مروان الشماخ تيستاد ولكن مبولحي يتدخل الحارس مبولحي اللي تنظن ما كانش عنده مسؤوليه في الهدفين. لاحظوا مع البدايه اسامه السعيد اكيد غادي يحاول باش تيراوا وكره جانبيه. هذه الفرصه الثالثه ممتاز اللاعب اسامه السعيد يمكن نقول بانه من احسن العناصر ديال المنتخب الوطني. لاحظوا المراوغه طريقه جميله باش حصر الكره. لاحظوا الان لاحظوا التقنيه العاليه والمراوغه بشكل جيد. ممتاز اسامه السعيدي لعب مقابله كرجة تيلعب على مستوى ديال فوز في المنتخب الوطني. هدف هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني بواسطه يوسف حجي. يوسف حجي يسجل الهدف الثالث. كما قلت اخطاء كثيره ديال اللاعبين الجزائريين
هناك احتجاج للاعبين الجزائريين لان هناك تسلل، ولكن الهدف الثالث لفائده المنتخب الوطني، الهدف الثالث اللي جاء عن طريق حمله جميله قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطا اللي كاين على مستوى الدفاع. كما قلت خلال بدايه الشوط الثاني كانت ثلاثه ديال الفرص، الفرصه الرابعه تعطي الهدف لانها كانت اخطاء كثيره. اعتقد اللاعبين الجزائريين بان كاين هناك تسلل. هذه فرصه، هدف رابع، هدف رابع لفائده المنتخب الوطني، هدف رابع، هدف رابع. اعتذر الجمهور لانه الهدف كان مفاجئ، لانه وصلني يعني كميه كبيره من الماء بجانبي الزميل اسدون وكذلك الزميل طلال على القناه الثانيه، ولكن في الوقت اللي كنا مشغولين تسجل هدف رابع. اذا غادي نشاهدوا الهدف الرابع لفائده المنتخب. تمريره جميله، يوسف العربي يضيع كرة جميلة، كان بالإمكان إضافة هدف خامس. لاحظوا تمريرة جميلة ويوسف العربي فقد التوازن ديال بالهمدة، ممتاز لعب جوزا بوصوفا، سلام بوصوفا يضيع. ولاحظوا الحركة ديال بن شيخة، لا يصدق ما يرى الآن المدرب الجزائري، تشوف بأنه بإمكان كان بالإمكان إضافة هدف خامس. هناك تسلل، هناك تسلل، بالفعل كان هناك تسلل، وبالفعل الحكم يعلن عن نهاية المقابلة بفوز المغرب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، فوز مستحق على مستوى النتيجة والأداء، وفرحة كبيرة بالنسبة للاعبين للمدرب الوطني وللجمهور الذي كان بدوره في مستوى هذا المقابلة. أكيد فرحة كبيرة بالنسبة للجمهور هنا بمدينة مراكش لكي تتابع هذا المقابلة من الملعب، والأكيد أنه واليوم في مراكش نديرو حالة، الجمهور جاي يسندكم في الحيلة، تيكو ملكي ولفيني شعالة، يا دعوام وحنايا صابرين، واليوم في البهجة نديرو حالة، الجمهور جاي يسندكم في الحيلة، تيكو ملكي وفيني شعالة. وعدنا ايدي بكاع جنه،